غالبا كاينين اللي كيحترموا التدابير الوقائيه، وتقريبا بالي ان اغلبيه ديال الناس كيحترموا، خصوصا في الشهر الاولى فاش كان يلاه بدا الحجر الصحي كان تقريبا كلشي ملتزم به، ولكن من بعد ملي بدا كيتخفف صافي ولا كلشي كيخرج. اغلبيه ديالهم ما تيحترموش يعني مسافه الامان، ما كايناش تقريبا، راه كلشي بارك حدا بعضياتهم، كتخرج برا كتلقى كلشي كيتسالم عادي، يعني بحال حتى شي حاجه ما كاينه. وكاين عاوتاني تقريبا شي 50% يقدروا يكونوا كيحترموا الناس حالا من قدام المغاربه، يعني يحترموا التدابير الوقائيه، يعني ما يسلموش ما يتجمعوش بزاف، يعني في اي بلاصه غتمشي غتلقى كلشي مجموع. هذا الوباء غادي يبقى غادي ويطوال، يعني ما غاديش يسالي، ما غاديش يسالي، يعني الا مثلا كلشي كان ما كيخرجش، كلشي كيغسل يديه كيعقمهم ما كيتسالاش، كان يكون هادشي يعني راه ما غاديش يبقى. ولكن ملي سال الحجر الصحي وليتي كتسمع غير ب 600 وفوق من 600 ديال الحالات اللي كيجيو في النهار. كاين واحد النسبه اللي قليله اللي كتحترم هادشي، الاكثريه ما عنده غرض غادي وصافي، يعني ما عندوش مشكل، ما دايرش حساب المرض وما يتعادي شي واحد ولا عادي، فهمتيني؟ يعني ما كاينش الوعي، واحد الوعي، نسبه الوعي قليله هي اللي كاينه. الانسان ما كيفكرش ما كيخافش، كيقول لك عادي صافي، اللي جات جات، ما عندوش مشكل. وكنتمناو الانسان يرد البال راسو، الا ما دارش بحساب راسو يدير بحساب الناس اللي حداه والمجتمع ديالو وعائلته وهذا، فهمتي؟ ونتمناو الخير من الله سبحانه وتعالى. لا مطبقه في التراموي، مطبقه الحمد لله بخير، ولكن كاين شي بلايص بحال القهاوي وهذا، كاين بلايص اللي ما مطبقاش داكشي، فهمتيني؟ بحال السبيطارات وداكشي راه كيطبقوا، لان كاينين الناس ديال الدوله مقابلين، كاين فهمتيني؟ اما بلايص العموميه تقريبا ما كاينش اللي مطبق داكشي، قليل، واحد النسبه قليله. وراه نطلبوا الله يسرها وصافي، فهمتيني؟ لان غادي يوقعوا شي حوايج لا تحمد عقباها، الا بقى هادشي هذا الله يسرها، يقدر يكسر هادشي ويعتعدوا عباد الله ونصدقوا في واحد الله يحفظ. نطلب الله سبحانه وتعالى الانسان يتوعى ويرجع للطريق ويعرف اش كيدير، هذا هو اللي كنطلبوا. وفي الصراحه بان ليا بزاف ديال ما كاينش زعما كاين بحال في القيصريه كاين الزحام، طوبيسات الزحام فيهم، يعني غير خلونا شويه نخرجوا، ما كاين لا احترام لا حتى حاجه من داك الشيء. لا ما كاينش نهائيا احترام، نهائيا نهائيا. انا اول حاجه بداك البارح كنت في واحد السبيطار، مشيت ليه، ما كاين لا زعما كاين يقول لك زعما كاين يشوف الواحد ما لابس الكمامه، ما كيقولوش ليه زعما كيلبس الكمامه عاد باش دخول ولا هذا، نهائيا ما كاينش بحال كيعطيوك البرودوي وهذا يقول لك حق امسح يديك عاد باش زعما كيفهمتي مطهر، ما كاينش نهائيا داك الشيء. النتيجه تاعته هي واضحه دابا، راه شوف دابا كل نهار شوف راه حنا كنزادوا بالمئات، كنزادوا كنا شويه ولكن دابا راه كنزادوا بالمئات بزاف 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 هذا الشيء. البلاصه الوحيده اللي لقيت فيها داك القانون اللي قالوا ديال 50% وهذا، لقيتها غير في التران، في شتميت جايه في التران، لقيت بلا الناس، واخا جيت انا واختي مجلسين كل واحد في بلاصتو والبوليس داين هذا جايين غاديين كيشوفوا واش الناس جالسين، اما لا فاش جيت لكازا لا في التراموي ولا في الطوبيس ولا في اي حاجه، شنقول لك الروينه، شنقول لك الناس واقفين وجايين. انا اول حاجه فاش نزلت في كازا فواياجو وركبت في التراموي، الناس شنقول لك ما لقيتش حتى فين نوقف، ما لقيتش حتى فين نوقف، يعني راه شنقول لك الا كان شي واحد مصاب وكان في داك الزحام
راه شغنقول لك غير لا حول ولا قوه الا بالله. والناس كيديروا الكمامه ان فولا شافوا البوليس ولا شي حاجه غير هذا حيتاش كيخافوا من القانون. اما في الحقيقه غير هذا كيخرجوا كيحيدوها ما عندهمش مشكل. وكيف ما كنقول لك المغاربه راهم ما واخدينش الاحتياطات ديالهم كيف ما واجب. قليل غير القليل واحد النسبه ديال 20% ولا 10% هما اللي واخدين القانون كيف ما هو. لكن تحترموا الناس كنا تحترموا على الناس وكن كيما بعض مرات ما تحترموش الناس. الاول كنت تحترم الناس وثاني ما تحترموش مع الزحام. قال مع الزحام ما تحترموش خاطر بعدوا الزحام ما خشيش الزحام وما تحترموش مع الزحام. الاول كان بعد من الناس تحترموا الناس وقال رسول الله عايز تلم رسول جاجيش اخترات رسول جاجيش اخترات كورونا وجد وتاتا جد 1037 وهذا هو رابعة. ما خشيش تزحموا واحد الطوبيس تطلعوا الطوبيس تزحموا ما تحترموش الناس. هذا طالع الطوبيس طالع الترامواي طالع التران وكيران تزحموا ما خشيش تحترموا الناس. ماشي الناس هذا ما تحترموش التران وكار طوبيس ما تحترموش التران ما تحترموش طوبيس ما تحترموش الترامواي ما تحترموش كيران تزحموا ما خشيش تحترموا الناس. هذا هو قانون. صراحة ملي بالي ان زعما معظم الناس تقريبا 70-80% ديال الناس ما تيحترموش التدابير الوقائية خصوصا البافات خصوصا زعما التباعد الاجتماعي. كنشوفوا تجمعات كنشوفوا حتى في البيوس كنشوف الاكتضاد في الترامواي. كنت غير قبيله ركبت فيه اول مرة تركب فيه اليوم كيسحب لي غتكون 50% مي ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. كاين اكتضاد في الترامواي كاين اكتضاد في على مستوى لي بيوس. الناس ما متباعدينش لي بافيت ما تيستعملوهمش واللي مستعملها كاع دايرها في العنق ديالو اكسيتيرا. دونك سكيفي لا بقينا زعما على هذا الحال جو كخوا ان لو شيفغ غايت اوغمونطا زعما لا يحترمناش هذا الشيء. لا بقاو الناس زعما مهملين بحال هكا ما تيحترموش لا بافيت لا التباعد الاجتماعي لا لا بقى هذا الاكسيداد ولا بقاو هاد التجمعات. راه المرض غادي يبقى يتزاد وغنبقاو في الدوامه ديال الحجر الصحي وربما الدوله تعاود دير لنا حجر صحي مره ثانيه.